مرحبا بكم في سبور اكسبريس. الليلة نتعرف على اول المترشحين للنهائي المونديال بعد اجراء اول مباراة الدور نصف النهائي واللي باش تجمع مع ثمانية متاع ليل كرواتيا بالارجنتين على ارضية ملعب لوسيل بادارة الحكم الايطالي دانييلي اورساتو. مواجهة هي السادسة ما بين زوز منتخبات والثالثة في كاس العالم قبل مباراة اليوم. زوز انتصارات لكل منتخب ومقابلة وفات بالتعادل، والليلة الرهان كبير وكبير برشا ما بين ميسي من جهة الارجنتين ومودريتش من جهة المنتخب الكرواتي، وخاصة زاد مقابلة ثأرية للارجنتين اللي خسرت في مونديال 2018 في دور المجموعات 3-0 ضد كرواتيا. ديما مع المونديال وغدوة الموعد مع مباراة المغرب. المغرب اللي عندها موعد جديد مع التاريخ وقت اللي تخوض ثمانية متاع ليل نصف نهائي المونديال كأول بلد أفريقي وعربي يعمل الإنجاز هذا. نصف نهائي المونديال باش يكون ضد فرنسا كما قلت غدوة مع ثمانية متاع ليل. آخر أخبار المغرب كيف كيف فرنسا مباشرة من الدوحة مع مبعوثنا الخاص محمد علي العرفاوي. مرحبا دالي. مرحبا بك ماتي، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. المنتخب المغربي يجري حاليا آخر حصة تدريبية ليه طبعا قبل مواجهة المنتخب الفرنسي غدا. الحصة التدريبية شهدت ماتي مشاركة جميع اللاعبين باستثناء نايف أكرد اللي هو اللاعب الوحيد اللي تأكد إلى حد الآن غيابه عن مواجهة المنتخب الفرنسي. جديد في الحصة التدريبية هو التحاق لاعب بايرن ميونخ الألماني طبعا نصير مزراوي بتدريبات المنتخب المغربي. ما كانش موجود في التدريبات الجماعية لكن تدرب على انفراد وحسب وسائل الأعلام المغربية. طبعا الزملاء اللي موجودين هنا يقولوا أنه اللاعب هذا ممكن يكون جاهز لمواجهة المنتخب الفرنسي باستعمال المسكنات، طبعا مثل ما هو الأمر مع كل من رومان سايس وكذلك اللاعب زميله كذلك اللاعب الآخر من المنتظر وأنه يكون سفيان مرابط كذلك كما رومان سايس يلعب بالمستكنات. نفس الشيء قلنا بالنسبة لمزراوي، وبالتالي تدعيم هام للمنتخب المغربي قبل هذه المواجهة. نعرف جيدا القيمة الفنية للاعب بايرن ميونخ الألماني. في المقابل كذلك كل من حكيمي ونصيري كانوا تدربوا على انفراد، هي حسب الموجودين هنا يقولوا مجرد إرهاق للزوز ملعبية هذا، وبالتالي المدرب خير وأنهم يتدربوا على انفراد. وبالتالي نجم يقولوا أنه كل ملعبية المغرب جاهزين لهذه المباراة إلى حد الآن باستثناء نايف أكرد. اللاعب هذا ما شاركش في الحصة التدريبية، مش يكون تحت تصرف الإطار الفني في هذه المباراة. بالنسبة للمنتخب الفرنسي كذلك أنهى منذ قليل آخر حصة تدريبية ليه استعدادا لمواجهة المنتخب المغربي. كذلك المنتخب الفرنسي كامل الصفوف في هذه المباراة، طبعا الملاعبية الكل باش يكونوا تحت تصرف الإطار الفني بقيادة دي ديشان لمواجهة المنتخب المغربي. واضح، شكرا لك محمد علي العرفي مبعوثنا الخاص لتغطية المونديال. بعد الانسحاب ضد المغرب من ربع نهائي المونديال، الجامعة البرتغالية دخلت في اتصالات مع جوزيه مورينيو مدرب روما خلافة فرناندو سانتوس اللي مازال ما تمش اصلا الحسم في مستقبله مع البرتغال. من اخبار انديتنا التونسيه، ربيع يغيب على نادي صفاقسي غدوه ضد الملعب التونسي، حازم حاج حسن واسماعيل دياكيتي بسبب الاصابه ومحمود غربال وفارس ناجي بسبب عقوبه الانذار. اخبارنا الرياضيه ديما متواصله على سيت موزايكا فان بونا.